السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أريد أن أسألك: ما الفرق بين اسم الله الوهاب والرزاق؟ الوهاب والرزاق. نعم. كثيرا ما تطلق الرزاق على الرزق بالمال، والوهاب أعم من ذلك، قد يتفقان وقد يفترقان. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كتبت كتابي من بنت ملتزمة، ووالدها يعني والدها وأسرتها غير ملتزمين. والدها وإيه؟ والدها وأسرتها غير ملتزمين. أيوه. والبنت ملتزمة. البنت يعني أنا بعد ما كتبت الكتاب خليتها تلبس النقاب غصبا عن والدها يعني. يعني والحمد لله ايه والدها رضا بالامر يعني. طيب. بس في التعامل معاها لقيت اللي فيها صفات عصبيه جدا، ويعني ردات فعل غير طبيعيه لحاجات مواقف بسيطه، ومن نفسي خايف ان انا اكمل معاها بسبب العصبيه الزياده يعني. طيب. وما عفوا اتفضل. وما الايجابيات التي فيها؟ ايجابيات اللي هي منتظمه على الصلوات الخمسه وعلى النوافل، بتصوم اثنين وخميس، كل يوم بتقرأ سورة البقرة، ليها أوراد ملتزمة بيها، مخلصة، غير متبرجة، غير متبرجة، حجابها كامل، دي الصفات الكويسة اللي فيها. والوحشة؟ الصفات الوحشة العصبية والعند، العند لدرجة يعني الدرجة صعبة جدا. يعني دايما لازم الراجل يبرر لها كل فعل هو بيفعله، يعني انا عملت كذا عشان خاطر كذا، وياخدها بالهدوء خالص، لو اخدها بالامر او اعملي كذا او كذا يعني بتزعق، بتعلي صوتها عليه، تنفعل عليه. فانا متردد، خايف اسيبها ابوها مستحيل بعد كده هيخليها يعني تلتزم. وفي نفس حلوه العروسه دي ولا مش حلوه؟ كويسة يعني، هي كويسة يعني عجباك يعني؟ نص نص يعني بصراحة، ولا مشدود قوي ولا اللي انا عايز اسيب قوي، وفي نفس الوقت مش عايز اكون ظالم ليها، ليها تكون يعني ارتبطت وكتب كتابها وتسابت، اكون انا ضررتها في حياتها ودينها زي ما هي بتقول لي، مش عايز اكون، وفي نفس الوقت مش عايز اكون فتنت واحدة في دينها اللي هي دلوقتي والدها ممكن يخليها.
اسيب النقاب، وخايف اكمل اجي على نفسي في حياتي يعني. انا لا بس اصل عموما، عفوا عفوا، يعني انت لن تجد امرأة اجتمعت فيها صفات الخير، نعم لازم ستجد خللا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل ما لا تكاد تجد فيها رحل. إذا كان هذا في الخلق عموما رجالا ونساء، وقال في شأن النساء: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعندنا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب هذه رضي الله عنها في غاية من الجمال، وذات نسب، وذات دين، دينها قوي، تقوم الليل وتتصدق وتعمل من أجل الصدقة، وبنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كان بها صفة يعني قريبة من اللي انت بتتكلم بها، يعني حدة تسرع منها الفيئة، يعني لسانها أحيانا يشتد ولكن ترجع بسرعة بعد كده. فلذلك جاء زيد يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فلكن شاء الله أن تطلق زينب، وبعد من الذي زوجها للرسول وهو يعلم خصالها تماما؟ الله. فيصعب أننا نجد امرأة اجتمعت فيها صفات الخير. وأنا أسألك سؤالا، ما العيوب التي فيك أنت؟ ها؟ نفس لازم تجد في عيوب، نفس العيوب اللي أنا عصبي وحاد وليا نظام معين في اليوم. عشان كده أنت مش قادر تصبر على يعني حدة، ما حدة مش هتمشي، لكن إن شاء الله ما دام العقد تم أنصحك بالصبر، والحمد لله أنك أثنيت على دينها وأثنيت على خلقها وأثنيت على عليها في قيامها لليل وعدم تبرجها، فتحمل شيئا لوجه الله. لن تجد امرأة كملت هذا، فضلا عن ما ذكرت من أنها من بيت ليس بالصالحين وستتعرض لخطر. كما تقول في كل صلاة: الطيبات لله. وهب أنها هي أختك، كنت تحب من الزوج أن يطلقها أو يصبر عليها؟ لا يصبر عليها. الله يبارك فيك. نعم. الله يكرمك. جزاك الله خير يا فتح عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ مصطفى. نعم تفضلي. الله يكرمك. بقول لحضرتك، انا عندي بنت متجوزه بقى لها 13 سنه، قاعده في يعني قاعده في مساكن شعبيه وكده، جوزها عايز منها القايمه عشان يقدر يطلعها، عمال يضرب فيها. وهي جات لها قبل كده 3 جلطات وثلاث ذبحات، وهي عندها 33 سنه، والشقه اللي قاعده فيها كاتبها باسم امه علشان خاطر ايه يمشيها. هي معاها بنتين، بنت في اولى اعدادي وبنت في سنه رابعه. فانا مش عارفه، انا دلوقتي لو اديتها القايمه عشان يبطل يضربها ويطلعها في هدوء كده، ابقى انا كده هو ظلمتها؟ من كده كده هتتطلق، كده كده هتطلق. هي مش عايزه تعيش معاها من كتر ضربه فيها والله. لا ما تسلمولوش القايمه، ما هو عمال يضرب فيها وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب عندي عندك ناس حد ابوها متوفى، هي كده كده يا اختي اذا اخذ القايمه هيطلقها، ما اخذش القايمه هيطلقها. هو كده كده هيطلقها، فخليها تاتي عندك وسع صدرك لها شويه، وارحميها من ضربه الشديد الفظ الخليظ. غسل على عينها على قلبها مطرح ما هي تعبانه، على عينها ضاربها ومرم لها عينيها. واحنا مالناش حد غير ربنا والله العظيم، مش هات ربنا مالينا حد غير ربنا. انا بالله واكرم بالله، سبحان الله خير ونعمه بالله ونعمه بالله. دخلوا اي حد من الصالحين ينظر في مشكلتكم. مش راضي وحياه ربنا يا شيخ. خلي حد بس يقوم نيابه عن والدها، اي طيب. ما فيش طيبين، في طيبين كتير لكن هو اللي رافض. قال لي لو جبتي لي اي حد مش هفتح له الباب، مش عايز يقعد مع حد. حتى الشيوخ اللي في المسجد، هو متربي في مسجد هنا والشيوخ عارف انهم عارفين، قال لي لو رحتي
تبقى بنتك طالق. لو هو يقول لها لو كلمت جوز اختي انا عايزه تشتكي لجوز اخته وتقول له اللي حصل قال لها تبقي طالق، لو خرجتي تبقي طالق على كده، وعليها الطلاق تبقي عماتك تبقي طالق لو كلمت جوز اختي ولا كلمت اختي ولا كده. اي واحد يكلمه يا اختي لازم تدخله ناس يكلمه. بس بقول لك لقاء الفتاوى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. ربنا يرضى عنك ويرضيك يا شيخنا. وياكم. والله يا شيخنا انا في بيت عيله ساكن مع امي وابوي ومعي اخوات اولاد. ايوه. فاحنا كنا كلنا خلطه مع بعض يعني. طيب. اللي يجيب زي اللي ما يجيبش والكل بياكل يعني. ماشي. معي اخوي مش عارف مصدر رزقه ايه يعني، اذا كان هو في شبهات في اكل عيش وكده. حرامي يعني ولا ايه؟ لا لا مش للدرجه يعني. ممكن يكون تحت حرمانيه الله اعلم يعني. فمش عارف انا اعزل بس خايف على زعل الوالده عندي في البيت. لا ما تعزلش يعني. الان يعني ما فيش شيء يقيني يقول ان المال الذي ياتي به اخوك محرم. ليس هناك يقين يفيد ان المال الذي ياتي به اخوك محرم. وانت تاكل من الحلال، انت تاكل من حلالك الطيب. بس هو ممكن بيجيب اشياء باكل منيها يعني. ما هو ياكل من اكلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل. والدتي عندها 65 سنة وعندها مرض الصرع. الله يعافيها. تمام. والحر وكده ممنوعة ان هي تتعرض للشمس او كده، بيحصل ليها اغماء وبتفقد الوعي على طول يعني. الله يعافيها يا رب. وهي ما حجتش. نعم. ينفع حد يحج مكانها؟ ينفع. هو أدى الفريضة قبل كده؟ نعم ينفع. يعني هي كده مش عليها ذنب؟ أنت تقول مريضة ويحصل لها إغماء إذا تعرضت للشمس، أقول لك إيه يعني؟ بالضبط. ماشي ينفع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟ الحمد لله طيب. الحمد لله. ممكن اكلم حضرتك بعد لقاء الفتاوى ان شاء الله؟ في امر ضروري ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عايز اسال يا شيخ عن حكم رد السلام في اثناء الصلاه والصلاة على النبي، لو سمعت ذكر النبي يعني في الصلاة، هل أصلي على النبي وأنا بصلي ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما رد السلام لفظا أثناء الصلاة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. أما رد السلام إشارة في الصلاة جوزه، أو جاء به حديث إشارة تشير هكذا تشير هكذا، رد السلام إشارة جائز، أما لفظا لا يجوز. أما السؤال الآخر، السؤال الآخر هو الصلاة على النبي أثناء الصلاة. لا مانع إذا سمعت الإمام يقول اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاز أن تصلي على النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، بآية فيها عذاب تعوذ. وأطرد بعض العلماء آية فيها تسبيح سبح. كان ابن عباس إذا سمع القارئ يقول أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. وعمر سمع التالي يتلو من سورة الذاريات في صلاة العشاء يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد.
تبارك الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ. نسألك الدعاء إن شاء الله بالشفاء. الله يبارك فيك. الله يعافيك يا رب. آمين يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الغالي. تفضل حبيبي. نتمنى نسمع عنك الخير دائما يا مولانا. يا رب يجمعنا وياكم في الفردوس. امين. مولانا اللي هي اختي توفت وكانت تنوي مؤتمن على اساسها في مبلغ من المال. يعني عفوا. اللي هي اختي توفت. ايوه. عبد الرحمن. سامعني كده مولانا؟ اسمعك. فقبل ما تتوفى اتمنت على سر لها مبلغ من المال لابن لها كانت محتفظه به من تعبه من شغله. كانت ايه عفوا؟ الو؟ ايوه نعم. كان معها مال؟ ابنها كان بيحوش معاها مبلغ. وبعد؟ فكانت هي حطاه باسمها. فاما تابت فقالت لا. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا الشيخ مصطفى. اتفضل. بقول لحضرتك اختي مخطوبه وخطيبها عاوز يكتب الكتاب وفي لسه تقريبا 3 شهور على الفرح ان شاء الله، فمش طبعا القايمه مش جاهزه، احنا لسه ما كملناش جهاز وهو لسه ما كملش جهاز. اكتب شيء تقريبي. اكتب شيء تقريبي. هل جائز ان احنا نكتب مثلا وصل امانه برقم ويوزع؟ اكتب شيء تقريبي يعني شيء تقريبي لما بس ينفع على وصلة أمانة؟ ينفع بس الوصلة أمانة ما عادش بتعتمد الأيام هذه في المحاكم. كثير من المحاكم ترفض وصلة الأمانة الآن، تحول قضايا مدنية. لازم تكون قايمة يعني. قايمة يعني الله يبارك فيك. عايز تكتب ذهب؟ اكتب ذهب. مولانا معلش قيمتها تقريبيا اكتب قايمة تقريبية. شكرا. إذا قام الإمام للركعة الخامسة هل يجوز المأمون أن يقول له هذه الخامسة؟ لا يسبح يا عمر. يسبح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. الله يعطيك العافية. في سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. السؤال الأول، حكم عمرتين في سفرة واحدة، هل هو أفضل أم عمرة واحدة؟ عمرة واحدة في كل سفرة. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واكثر من الطواف. اكثر من الطواف ان شئت. نعم نعم. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، عند السفر يا شيخ نويت جمع الظهر والعصر تاخيرا مع العصر. دخلت المسجد وجدت الامام يصلي العصر ولم اصلي الظهر، فماذا اصنع؟ الصلاتان متفقتان في الصفه، فممكن تصلي معه الظهر لك والعصر له، او اذا صليت العصر تصلي العصر بعد ذلك تقضي الظهر، لانك لا تملك امر نفسك الان. عشان تسافر يا شيخ؟ نعم. يسقط الترتيب، ترتيب الصفات. يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وان رتبت ما في مشكله لاتحاد الصفتين. نعم يا شيخنا. وان رتبت يعني اذا نويت الظهر ايضا معه وهو يصلي العصر لا باس. نعم. نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. حياكم. الأخ عمرو بن بلال يقول أكثرنا قول سبحان الله ولم ينزل. خلاص اجلسوا أنتم إلى أن يرجع يا عمرو، لعله مقتنع به. اجلسوا أنتم لا تتابعوه إلى أن ينزل ولا تزيدوا في صلاتكم شيئا. مرحبا يا أخ حمدي خريبة، يا رب وبارك فيك ربنا. السلام عليكم، حبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. رجل ضمن ميتا في دين لا يعلم، قال يا اخوه الاخ فلان انا متكفل بقضاء دينه، ظن منه 10,000 15,000. تفاجأ بشخص يقول ان هو كان تقريبا حارق سياره او حاجه، دين تجاوز 1,000,000 جنيه. هل امام الله هذا المال؟ لا يستطيع، هو لم يضمن في شيء كبير، ويظن ان الديون خفيفه، ولهذا أعلن ما أعلن، لكن دهم ملايين لا يعتذر.
يعني ولا يلزمه امام الله ان يسدد هذا. والله كان يعرف، ولذلك من العلماء من يعني يكره هذه المساله الا اذا كان دين معلوما. تمام. لكن الرسول لما قال ابو قتاده علي دينه يا رسول الله قبل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في الامور في المعتاد يعني في القدر المتحمل. نعم. نعم يسبح يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك كيف؟ الحمد لله. اريد ان استفسر من حضرتك عن شيء. تفضل. انا اختي كانت متزوجه من فتره وبعدها يعني حصلت مشاكل وكده ووقع طلاق لمده يعني 3 مرات وقع الطلاق. تمام. الو. ايوه نعم. وقع الطلاق يعني 3 مرات، فاهمني حضرتك؟ اختي كانت متزوجه طلقت 3 مرات متفرقات. شكرا. طيب السؤال. بعدها زوجها قال ان هو كده جاب شيخ وقال له لا حسب النية ورجعها. حسب النية يعني؟ قال لها انت طلق صريحه. نعم. قال لها انت طلق صراحه ولا ايه؟ كان يعني حلف عليها. لا لازم نسمع منه يا اختي، انت مش فاهمه حاجه ومعذره يعني. تمام. طيب حضرتك بعدها هي يسال هو صاحب السؤال يسال. طيب انجبت منه طفل تاني بعد نسال صاحب السؤال يسال ليس انت. انت ما انت عارفه ايه اللي تم. انا في مشكله بعد اذن حضرتك عاوز اسال فيها. ما نستطيع نجاوبك. ما استطيع اجاوبك، انت بتتكلمي على اساس ايه؟ هي حامل تاني بعد اذن حضرتك. ولو حامل تاني ممكن يكون ما فيش طلاق وقع. لازم نسمع منه. تنزل الجنين. لا ما تنزلش جنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم حلق اللحية لشخص عليه مشاكل وتضييقات أمنية بالفعل؟ لأن عشان عايز يجدد بطاقة. حلق اللحية في الأصل حرام، لكن ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طب وتخفيفها؟ كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. طب لو كانت أكثر من يعني أقل طولا من القبضة؟ لا يأخذش منها حاجة، لا يأخذ منها شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. تفضل. السؤال الاول تكمل السؤالين سالتهم من شويه، هو حكم الصلاه في وتيشيرت مطبوع عليه صوره او كتابه يعني كده يعني. جائزه مع الكراهه. لان اغلب الشباب بيصلوا. جائزه مع الكراهه. تمام. السؤال الثاني. تفضل. حد سألني عن تخصص النساء للأطباء وفي كلية الطب. والله الأولى لك الرجل الابتعاد وتركه للنساء. عيد ثاني يا شيخ ما سمعتش بعد. الأولى لك كرجل أن تترك هذا التخصص للنساء. طيب هو برضه قال إن الأطباء الرجال أكثر من النساء وإن المهنة دي تتطلب رجال على اساس ان ممكن واحده تولد الساعه 2 بالليل. انا نصحتك بالمستشفى والله نصحتك بالذي عندي. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا بشتغل محفظه قران الحمد لله. يعني تقريبا يومي كله مشغول في كده، فهل انا ليا ثواب يعني هي بس طبعا محفظ بأجر يعني. مأجور عمل حلال تأخذين عنه أجرا لاحتياجك لا بأس، مأجور إن شاء الله، لكن ليس أجرك كأجر من تعمل كل عملها لوجه الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا زي حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك شيخنا والله. وهي فيك يا رب. بارك يا شيخ بالله عليك. دلوقتي في اخ تزوج وبعد ما تزوج انجب طفلين. تمام.
وبعدها اكتشفوا ان هي اخته من الرضاعة. يفارقها. نعم. يفارقها في الحال. جاب في طلاق يا مولانا، في طلاق. ها؟ في طلاق. ما يفارقها خلاص، لا ما يلزمش طلاق، خلاص هي ليست زوجة الان، لا تحل له. تمام يا شيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت تواصلت معك يا شيخ سابقا بشأن طلبة علم، ومرتني أن أتواصل معك على الخاص ولكن لم أستطع يعني التواصل. أنت من أي البلاد؟ من الشرقية، محافظة الشرقية. والله تحب تزورنا زورنا، تشوف الأوضاع على الطبيعة شكله يعني. طب أيام إيه يا شيخ وده؟ يوم الأحد أو الأربعاء. في أي وقت ولا إيه؟ لا من بعد الظهر فصاعدا إن شاء الله. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز حضرتك في فتوى يا شيخ. أنا والدي حاطط مبلغ من البنك، يعني وديعة بمعنى صح، أختي خدتها منه وحطتها في البنك. بيطلع عليه ربا شهري ما نعرفوش تماما. الفلوس هي بتاخدها ليها. والدي حاسس بالذنب، يعني ان في حد بياخد والتاني محتاجه مش بياخد. عرض علي المبلغ، انا رفضت لان ده ربا وانا عارفه ان الفلوس دي حرام. والدتي يعني حبت يعني تساعدني، قالت لي انا هاخده اعمل بيه حمام، هكسر حمام يعني وعمله كده، وانا بستبدل المبلغ ده بايه؟ بمبلغ من معاشي. كله لا يجوز. كله لا يجوز. اه طبعا، اخذ المبلغ الربا واللي عمل حمام به لا يجوز. تمام. السلام عليكم. بالله يا عبد الرحمن، عبد الرحمن. عبد الرحمن، أي واحد يشغب على الصفحة احذفه تماما. أي واحد يشغب على الصفحة أو يشغل الناس احذفه تماما، بارك الله فيك. أيا كان، الصفحة نظيفة ما عليها مشاكل ولا عليها قيل وقال، ولم نأذن لأي واحد يجيب عنا، الله يبارك فيك. أي واحد يعمل مشاكل على الصفحة بالله يحذف تماما، لأن نريد صفحة نقية عليها علم نقي. أما مهترات ما لسنا من أهل المهترات. انتبه والله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا الفاضل. اتفضل، الله يحفظك. بسألك بالنسبة، كنت عندي مكنة فوري وساحب عليها 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه هسدهم، ولما سدهم في الفترة اللي أنا هسدهم فيها كل يوم هيتخصم جنيه وربع. بسبب جنيه وربع ده بيتخصم لكل 1000، يعني ال 10,000 يتخصم عليهم 12 جنيه ونص يوميا لحد ما سد المبلغ. الحكم في دوت ايه؟ يعني فايده ربويه ولا ايه ال 10,000 جنيه؟ مش عارف، هو مش فايده ربويه، انا ساحب رصيد على المكنه. بس انت... الرصيد دوت انا سحبته على فودافون كاش. يعني انت سحبت رصيد من البنك على المكنه تاني؟ لا عفوا عفوا، بس سحبت رصيد من البنك ولا منين؟ من المكنه، مكنه فوري، مكنه رصيد. مش من البنك لا خالص، سحبت رصيد من المكنه، من مكنه فوري. والزموك انا خدته، سحبته عندي على المحفظه وخدت لهم فلوس 10,000 جنيه. ايوه. المبلغ ده في الفتره اللي انا هسده فيها او لحد ما سد، انا كل يوم هيتخصم 12 جنيه ونص لل 10,000 جنيه. لا يجوز هذا الكلام. لا يجوز. طبعا. تمام. بارك الله فيك يا اخطاء النادي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير. بقول لحضرتك في طائفة اسمها طائفة البهرة موجودين حاليا. هؤلاء أهل ضلال وزيغ والعياذ بالله. يعني دول أهل ضلال. أهل بقى البهرة أهل زيغ وضلال، عياذا بالله. كيف وطائفة من
طائفة الإسماعيلية، والإسماعيلية هذه طائفة من الباطنية عياذا بالله. وإذا تتبعت، إذا دخلت على أي موقع في النت ستجد من هم البهرة، بعيدون جدا عن أهل السنة والجماعة، بعيدون جدا جدا جدا، طائفة من الباطنية عياذا بالله، يعني خليط ومشيق وفي كل، سبحان الله. يعني طب الشيخ مصطفى ليه ما تتوضحوش للناس؟ يعني في ناس بتتفرج عليهم من الارض. كيف لا نوضح للناس؟ الحمد لله ما فيش مصر بهرة، الحمد لله. لا ده موجودين، كانوا موجودين النهاردة موجودين فين؟ ما رأينا أي بهرة في 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 بلادنا أبدا على الإطلاق. فلا نحب أن ننشر شيئا مطموسا. نعم بقول لك لا نحب أن ننشر شيئا مطموسا، يسجدون لسادتهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم رجالا ونساء، بلاوي كبيرة. طائفة الكعبة عندهم رمز على الإمام، لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، لهم ضلالات كثيرة جدا. هم طوائف كبيرة، طائف متعددة، يختلفون في ضلالهم، هذه ضل في باب وهذه ضل في باب، ضلالهم شديد شديد جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى العدوي. نعم لك الله يخليك ويبارك لنا بعمرك. معك عابد أيوب من لبنان. تفضل يا عابد. الله يبارك فيك يا حبيب القلب. والله متلبك، ما أعرف شو بدي أقول لك، صار لي سنين 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 حلمي بس احكي معك يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل حبيب القلب. عندي سؤال بخصوص الصلاة جماعة في المسجد للجار. ها؟ صلاة في المسجد جماعة، هل يؤثم الجار إذا تركها بسبب عذر؟ هل يأثم الجار إذا ترك الصلاة في المسجد لغير عذر؟ لغير عذر يا صاحبي، إذا كان هذا سؤاله هل يجوز للشخص أن يترك صلاة الجماعة في المسجد لغير عذر، أراه يأثم، لأن النبي قال للأعمى لا أجد لك رخصة، وقال لقد هممت أن أمر رجل الذي للصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لما يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب الحمد لله. ربنا يا رب دائما الخير يا رب. يا رب لك الحمد. عم الشيخ، أنا من سكان مكة المكرمة، ويوم الجمعة كنت بصلي في المسجد، يعني من مساجد مكة داخل حدود الحرم. طلعت من المسجد هي، لقيت واحدة قدام المسجد جالسة، وقفت عند السيارة بتاعتي علشان أطلع لها حاجة كده، يعني من في نصيب من زيجو وكده، لقيت 50 ريال وقع في الأرض فأخذتها وديتها ليها. يعني التقطت لقطة مكة 50 ريال وأعطيتها لمسكينة. نعم يعني من الاجتهاد انتهى الاجتهاد خلاص. لا ولا لو كانت لو كان لو استقبلت من أمرك ما استدبرت أنت ما فعلت ذلك، سلمتها الأمانات وخلصت، أو تركها كما هي. يعني شيخ يعتبر لقطة أي يعني؟ هي لقطة 50 ريال لقطة بس، يعني هل 50 ريال هذه سأبحث عنها صاحبها في الأمانات أو لا؟ لكن يعني لو مكانك لن أخذها، لكن على كل حال أنت أعطيتها الفقيرة، لعل الله أن يتقبل أن يغفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذا حتى شيخ معلش استفسار بس، دلوقتي أنا زوجتي في حصل ما بيني وبينها كذا موقف، فمن يعني أكبر موقفين أو حاجة زي كده، اللي هي كانت مسافرة عند أهلها هي في محافظة تانية، وأنا كنت منبه عليها اللي هي ما تخرجش إلا لما تقول لي. فمره اتصلت بيها فلقيت صوت عربيات وكده، فبقول لها انت فين؟ فقالت لي انا في البلكونه، وانا متيقن ان هي مش في البلكونه اللي هي بره. فكلمت والدتها، فوالدتها كانت بره معاها، فقامت والدتها قامت قالت لي هي في البيت. قلت لها بس في صوت عربيات، قالت لي هي في البلكونه. وبعد كده هم شرحوني اللي هو احنا كدبنا عليك، واللي احنا كنا لما انا اصريت عليهم يعني قالوا لي احنا كدبنا عليك واحنا كنا في النادي وكده، ويعني ايه يعني والدتها ما عندهاش مشكله اللي هي البنت تخدعني وكده يعني. ويعني النهايه انت في الخارج يعني وهي في الداخل هنا ولا ايه؟ ايه شيخ؟ انت في دوله ثانيه ولا
لا في محافظة ثانية في القاهرة في محافظة ثانية. وترجع لزوجتك. ايه؟ وترجع لزوجتك كل مدة. يعني انا بسفرها بوديها عند اهلها وتقعد اسبوع مثلا وترجع. ففي خلال الاسبوع ده هو انا قلت لها ما تخرجيش الا لما تقولي لي فخرجت واللي زعلني اكتر اللي والدتها نفسها كذبت وقالت اللي هي في. طيب والمطلوب؟ والمطلوب؟ السؤال؟ وغير كده يعني هي عندها عند والسؤال ايضا عندها عند والسؤال؟ السؤال حضرتك تنصحني بايه؟ يعني هل تنصحني هو لسه متجوز بقالي تقريبا 6-7 شهور ومفيش اولاد ولا اي حاجه فهل تنصحني بايه؟ الصبر شوية. طيبة البنت ولا مش طيبة؟ هي برضو يعني هي من عيوبها برضو اللي هي دايما متضجرة على العيشة ولما بتقعد مع حد بتشتكي لها يعني لما بتقعد مع اي حد بتشتكي له عن العيشة معايا اللي هو مصلية؟ ايه؟ مصلية؟ هي في بداية الجواز كانت يعني بتفرط شوية في الصلاة دول اللي انا كل صلاة انا فيها الان مصلية ولا لا؟ الان محافظة على الصلاة حمزة كلها المحافظة متبرجة؟ انا برضو بعد الجواز برضو اصريت عليها اللي هي الان متبرجة ولا الان يعني اتحسنت بعد ما انا قلت لها بس هي يعني هي اتحسنت بس مش مقتنعة باللي هي فيه ان شاء الله هتتحسن باذن الله اصبر عليها شوي عاتبها يعني كل الازواج بيظهر منهن اخطاء لكن عاتبها شوي الله يحفظها حتى لو والدتها مؤجلة هي خلاص هي كانت اسبوع وانتهى الاسبوع هترجع لك ان شاء الله خلاص زوجتك حبيبتك جزاكم الله خير الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز بارك الله فيك أوفيك تفضل جزاك الله خير بالله يا وليد الشيخ محمد القاضي مولانا والله الشيخ محمد القاضي أتلزم الدعاء طبعا الشيخ محمد الله ينور قبره ويفسح له فيه رجل يعني بذل عمره في طاعة الله وفي نصرة هذا الدين القيم الله ينور قبره ويفسح له فيه يا رب ده بالمناسبة مولانا احنا عندنا دار تحفيظ القرآن تمام وكنا بنجيب من عنده بعض المصاحف للطلبة اللي في دار التحفيظ يعني طبعا هو ربنا توفاه فالعمل ده ممكن انقطع يعني فلو حبينا مثلا لو انت عندك متوفر يعني مصاحف يعني المقام ليس مقام مصاحف الان مقام فتاوى تكلمنا على الهاتف الخاص في هذه الامور تمام يا شيخ الله يكرمك هل يجوز عمل فيزا بنك دون استئذان الزوجة حيث أنني سأدفع لأناس يعالجوني من الوسواس في العقيدة والزوجة لا يعلم أني مريضة بالوسواس وأخشى إن علم أن ينفر مني لا تفعلي ذلك الآن يعني ستذهبي لطبيب ولا إيه بالضبط كنت ستذهب للأطباء ممكن الذهاب للأطباء لكن كنت أذهب للناس الذين يرقون النسوان ويفسدون في الأرض أكثر مما يصلحون ابتعدي سؤالك يحتاج تفصيل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي اتفضل بعدين حضرتك سؤالين السؤال الأول في 4 ركعات غير الرواتب قبل الظهر اللي هم وقت الزوال مظبوط هم ولا اللي هم الرواتب أنا قرأت عنهم فمش متأكد من صحة هو أصلا قبل الظهر حديث 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها أبواب السماء في سنة ضعف بعدين تعرف أن قبل الأذان الصلاة تمنع أذان الظهر بالذات لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل الظهر 7 دقائق إلى 10 دقائق هذا المكان ينهى عنه تمام أستاذ حضرتك تنصحني مش بورد بشيء من الأذكار يكون الثمرة بتاعته قوية يعني زي إيه يعني كل الأذكار ثمرتها قوية يا فندم كل الأذكار ثمرتها قوية وإذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده امداد كلماته طيب انا لو الزمت نفسي بورد يومي ان شاء الله عشان التزم التزم بالاتي سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وكانت في الزبد البحر
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما استطعت إلا ذلك سبيلا، كلمتان خفتان على اللسان. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. قل لا حول ولا قوة إلا بالله وكرره، حسبي الله ونعم الوكيل وكرره، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكرره، استغفر الله كثيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبح وهلل، سبح وأحمد وهل وكبر وهلل. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. الله يجعل لساننا وإياك رطبا من ذكر الله. أطال الله عمرك. يعني حاول لا تجهد نفسك في الكلام الكثير مع الناس، لأن هذا الكلام يؤثر على عضلة اللسان، بعدها تأتي تذكر الله تجد نفسك ضعفت. ذلك الناس الذين طول اليوم كلام 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 كلام, كلام، لسان بيضعف بعد ذلك عن ذكر الله. فخلي لسانك رطبا من ذكر الله. إن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جزاكم الله. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولا تنيا في ذكري ولا تضعف عن ذكري. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيعني أنصح نفسي وإياك لا نتكلم كثيرا، نتكلم قليلا، والجهد يدخر لذكر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اجتهد اجتهد، وهذا يستلزم أن تقلل الكلام الآخر، لأنك إذا تكلمت كلاما كثيرا سيؤثر ذلك على عضلة اللسان على الأقل. طب استاذن حضرتك في حاجه، لضيق العيش في اوقات معينه. استغفر الله استغفر الله استغفر ربكم. الواحد للاسف دماغه بتوديه كانه بيتمنى الموت. لا ده غلط. لا هل تظن ان في واحد منا يعني طيله حياته الرزق دار؟ كلنا بنمر بابتلاءات، كلنا نمر بابتلاءات. بارك الله فيك جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في عمرك يا شيخ. يا رب. بعد إذنك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لحديث سجود الشمس تحت عرش الرحمن، هو حديث صحيح الحمد لله مؤمنين به. فإحنا بقى واجب علينا إن إحنا نؤمن إن دي حاجة غيبية لا يعلمها إلا الله. طبعا. طبعا ما رأيناها ربنا يعلمها، ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صدقنا به. وهو لا ينطق عن الهوى، ما أخبرتكم عن الله فإني لن أكذب على الله. الحمد لله. الحمد لله. الملائكة برضو لا تعلم. ها؟ بالنسبة برضو الملائكة لا تعلم. الله أعلم، أنت هتدخل في متى ما تقلقش فيها. خلاص ماشي. طب في سؤال تاني يا شيخ. اتفضل. في حد كان كنت سلفته مبلغ بس هو بسيط، فهو جه لما يجي يسلف لما جه يرده لي فأنا ما رضيتش آخده منه. فراح هو عطيني هدية تانية، بس الهدية دي أغلى من الفلوس اللي هو كان. ما عليك مشكلة. خلاص شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك عليك شيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك سبحان الله. ربنا يجزيك خير مع المسلمين يا رب. وإياك والسامعين والسامعات. وإياك النظر إلى وجهك الكريم يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين والسامعين والسامعات. معك ابراهيم نعيد. يا مرحبا يا اخي ابراهيم تفضل. شيخنا اولا اريد ان ابلغك السلام من والدي. نعم. اريد ان ابلغك السلام من والدي. عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. ابلغه. يعني يا شيخ معلش سؤال شخصي شويه بس ايه يعني انا عندي فضول بس. تفضل. يعني سمعت من بعض تلاميذ الشيخ الالباني انك لم تحضر له كبيره يعني محاضرات و نعم لا ما حضرش له كبير محاضرات، هم ثلاث محاضرات أو أربعة فقط. نعم. هل أنا قلت قبل هذا أن أنا لازمت الشيخ ناصر؟ لما قلت ذلك حضرت معه ثلاث أربع مرات في لقاءات متعددة منذ ما يقارب 35 عاما. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حضرتك. الحمد لله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تسألين يا شيخ؟ تفضل. جزاكم الله. في واحد عايز يتصدق بس عايز يخرجهم يعني يجيب ذبيحة ويذبحها، فهل يأكل منها ولا ما يأكلش؟ لا، ما هو إذا أكل منها نقص الأجر، إذا لم يأكل منها الأجر زائد. بس ما يأكلش عادي، هو عايز يخرج المال خلاص، عايز يشتري في حاجة من المحرمات فعايز يخرجه لحمة، ما في مشكلة. السؤال الثاني لو سمحت، بنبقى مروحين من الشغل وتبقى مثلا الصلاة أذنت علينا وهنلحقها في البيت، مثلا في شخص يصليها في العربية، الأصل يصليها فين؟ في العربية ولا المواصلات؟ السنن ولا إيه؟ لا فرض. تراجع منين؟ إيه؟ يعني الفرائض تصلى على الأرض إلا إذا كان وقتها سيضيع وأنت في سيارة مثلا. لا لا، وقتها مش هيضيع. خلاص، انتظر لما تجمعها. ونصليها صلاة. لا تصلح. لا تصلح؟ أه طبعا، إذا صليت الفريضة على النافلة وبإمكانك أن تنزل لا تصلح صلاة الفريضة. إذا صليت الفريضة على الراحلة وأنت تقدر على النزول لا تصلح أبدا الصلاة كده. إنما يصليها لو حط لو كانت ستفوت، بس على سبيل المثال الأوتوبيس تحرك قبل الفجر. نعم. يا أوتوبيس وقف نصلي الفجر، ما وقف ولن يقف إلا بعد طلوع الشمس، يعني صليها على الأوتوبيس. الراحلة. أحسنت علي بن محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد حبيبي الأحمر. الحمد لله بخير. أنا سمعت شيخ خالد مصطفى، عايز أتأكد يعني الفيديو بس الأخير من هنا بتاع حضرتك ده الأيام دي ولا كان قديم يعني؟ نعم، عفوا. كنت عايز أتأكد بس من الصحة حديث حضرتك وتطبيقه، فهل ده كان يعني مقطع جديد لحضرتك ولا مقطع قديم بس؟ اللي هو إيه؟ اللي هو حديث ان هو لطم ملك النقطة لطم مصر ملك الموت، تكلمنا عليه اول امس بما فيه كفاية. هو غاية الكلام، غاية الموضوع، غاية الكلام في هذا الحديث. بس حضرتك كنت بتقول ان انت حضرتك يعني الضعف ده عند الامام مسلم ولا اللي عند البخاري برضه؟ بس اصبر، انا قلت لك الاشكالية، الموضوع باختصار روي موقوفا وروي مرفوعا، روي موقوفا وروي مرفوعا، وسند المرفوع صحيح وسند الموقوف قوي قوي، بس هذا غرابة المتن قد تشير إلى أن الإسرائيليات لعبت دورها فيه من أجل أن بعض رواته علم أنه يروي الإسرائيليات بس، لكن هو في الأصل احنا احتججنا به مرات ومرات. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مين؟ اتفضل. الله يبارك لو سمحت، بس عاوز اعرف حكم الصلاة، حكم اذان الفجر الاولاني. حكم اذان الفجر الاولاني الاول؟ والله مستحب. طب لو في ناس يعني تأذوا منه اللي هو يبطلوه ولا نخلوهش زي ما هو؟ تأذوا ليه وكذا؟ لماذا تأذوا؟ بلخبط الناس في الوقت وكده. لكن هي لخبط الناس مسألة ثانية، لكن بالتعليم الحمد لله الأمور تستقيم. جزاك الله خير. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، عندي سؤال. اسألي. انا عندي 21 سنه، والدي ووالدتي منفصلين من اكتر من 16 سنه، وانا واختي قاعدين مع والدتي وهو غير متكفل بنا اطلاقا. من سنتين اتخطبت بموافقته ومشورته،
اتفق مع خطيبي على 3 سنين خطوبة، ولكن أنا عايزة عدت سنتين من الخطوبة وإحنا عايزين نكتب الكتاب نقدمه سنة، علشان عايزة أحول من كليتي للكلية في مكان خطيبي وكده، هو رافض تماما، تعنت ليس. هو بيصرف عليك الآن؟ لا خلاص ليك يا عم. بس هما رافضين يتدخلوا نهائي. هل ملاكي أخ؟ لا. هل مأذون يزوجك؟ المأذون؟ المأذون يزوجك، بدل من الأب سلبت منه ولايات العدم انفاق التام على ابنته. ما حتى جهاز ومصاريف الزواج هو مش متكفل بيها، والدتي اللي متكفل. خلاص سقطت لا تنتقل الآن، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني كده تسقط ولايته يعني. المأذون يزوجك. المأذون. أي نعم. ما دام الكفء موجود وتريد رفع العنت عن نفسك، والعاقد يريد رفع العنت عن نفسه، وأمنا الصداق، وهو يرفض ولا ينفق عليك أصلا، لا ينفق عليك، تسحب الولاية منه إلى المأذون. تجر في السلطان ولي من لا ولي له. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخنا، بالنسبة لحديث فقه عين، خلاص تكلمنا عليه كثير، ممكن ترجع الكلام في سواء اليوم أو قبل أمس. عايزين ما نكتب لهم الكلام يا عبد الرحمن في هذا الحديث عشان السؤال عنه كثر يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ. اتفضل. ما حكم من سرق الفؤاد وهاجر؟ سرق ايه؟ الفؤاد يا شيخ. سرق الفؤاد وهاجر يا شيخ. يعني ايه سرق الفؤاد؟ كلام حبيبه ده ولا ايه؟ مش فاهم. انا بسالك حكمه ايه ده يا شيخ؟ يعني من؟ القلوب يملكها الله، ما هو في احد يقدر يسرق الفؤاد ويهاجر. القلوب يملكها الله يا حبيبي. القلب يملكه الله، يعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. أنت ما تتحكم في قلبك، ربنا هو القادر على تحويل القلوب. نعم. من اللي سرق الفؤاد وهاجر يعني. تمام يا شيخ. معلش بقى سؤال يا شيخ، لو وأنا بقرأ القرآن يا شيخ وبعدها بسمع مثلا الشيخ الحصري وكده، بلاحظ إن أنا في بعض الكلمات بقرأها غلط. فده صلح صلح. الشين والهمزات والكلام ده. صلح يا الله يكرمك. ما مش هتعلم الاول وبعدين اجي اقرا يعني؟ عادي خليني اعلم. تعلم واقرا، هذا وزيك تعلم واقرا، هي الاخطاء خفيفه يعني. تمام. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. شيخ عم لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي يا شيخ، لو في واحد نذر وقال مثلا لو انا ابني نجح هذبح مثلا وليكن خروف ب5000 جنيه، دلوقتي بارك الله فيك يا استاذ محمد السبخاوي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. دلوقتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا محمد سيدنا، اخبار حضرتك؟ طمنا عليك. الحمد لله. الله يرضى عنك ويرضى فيك، نحن نحبكم في الله. حبك الله يا منال، الكهرباء لم تقطع عندنا. تفضل يا حبيبي. الله يحفظك. بقول لحضرتك شيخنا، فيه واحد كان شاري بضاعة من واحد، يعني شخص تاجر شاري بضاعة من واحد. طيب. وكان مديله شيك بنكي بحيث ان هو بعد اسبوع يصرفه. فالراجل راح يصرف بعد اسبوع، لا ما فيش رصيد مغطي، فاخذ عليه الشيك رفض. قعد شهر واثنين وسنة المدين مماطل. المدين مماطل. ظل سنتين فرفع الشيك. فلما رفع الشيك جاء حكم على المدين. فالمحكمة قضت بمبلغ تقريبا 8% فهيدفعهم على رأس المال. فطبعا كان فيه محامين واخدين فلوس. فهل من حقه انه ياخذ الزيادة دي؟ الثاني كان مماطل ولا كان ايه بالضبط؟ هو الظاهر انه مماطل، لانه عنده مال وظل قاعد يماطل اسبوع في شهر لانه مده سنتين. يعني هل كان معسرا او مماطل؟ لان عندنا اذا كان معسرا فرب العزه يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. نعم.
أما إذا كان جاحد ومماطل قال لن أدفع إلا إذا اشتكيت أنا نجعلها عقوبة عزيرية. لا هو اللي قال له روح اشتكي، قال له روح اشتكي. إذا كان لأن ننتقل في هذه الحال إلى العقوبة التعزيرية، يأخذ منه كل الأضرار التي لحقت به. يأخذ القاضي حكم به الزيادة على المبلغ اللي هو بيحكمها ربوية، لكن احنا نأخذ منها المحامين، تأخذ منها الأضرار التي لحقت بك إذا كان مماطلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ انا عندي سؤال بعدين. تفضل يا شيخ. شيخ خليل بيجمع بين النوايا العمل واحد. يعني جمع بين النوايا في العمل واحد، مثلا دخلت تصلي سنة الظهر وتضمنت ركعتي تحية المسجد لا بأس. لا انا حضرتك انا مثلا يعني مثلا كل فترة أربع شهور خمس شهور وليكن كل فترة مثلا بقوم ذابح عجل وموزعه، بقول لو عليها كفارة مثلا كفارة يمين أو أي كفارة فيها إطعام ف ولا بأس يؤخذ منها. بقول يا رب لو عليها كفارة تقبلها والباقي صدق. ماشي ينفع كده كده لا بأس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي يا شيخنا كنت عايز اسأل حضرتك عن حديث خلق المكروه يوم الصرافين. لا يصح. يعني لو انا زوجي ما بيحبش فيه مشاوير لو كانت يوم الثلاث يقول ان هو مش هيعملها. لا انت متشائم متشائم. لا يصح هذا الخبر. طيب سؤال تاني لحضرتك معلش. لو انا زوجي مثلا هو ملتزم وانتمائي يعني ملتزم وكده، بس هو مثلا بيستخدم ساعات مصطلحات بتحتمل المعنيين بحيث ان هو مثلا يقول ان انا كده ما كذبتش يعني ايه الموضوع اختصار هل ده يصح؟ لا يعرض بتعريضات يعني ما الحامل له على هذا التعريض؟ يعني مثلا يبقى وعد بحاجه مثلا احنا هنروح المكان الفلاني لدرجه ان انا بقيت بخليه يكتب الحاجات اللي هيقولها عشان لما يجي يقول انا ما قلتش يبقى مكتوبه، هل ده صح؟ وافقت على كده؟ وافقك على هذا؟ هو وافقني ان هو خلاص ما في خلاص ما في مشكله اذا وافقك لا اشكال. السلام عليكم. مرحبا يا ابو مريم. يا ابو مريم الاخ محمد مشالي ووفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا شيخ انا عايز حضرتك على سؤال. اتفضلي. انا بلبس عبايات وبلبس فوقيها خمار، ففي عندي خمارات ساده وفي خمار منقوش نقشه بسيطه، هل ده يجوز المنقوش ولا لا؟ يعني كلفه منقوش يعني لافت يعني النظر، يعني في خط في رسمه في لافت النظر، يعني كل الناس هتتفرج عليكي بسببه ولا خفيف؟ لا 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 عادي زي البنات بيلبسوه واسع كده فضفاض حلو. لحد الوسط كده. وانت كاشفه الوش ولا مغطيت الوش؟ لا مش منتقد ده. لا طب ليه كده؟ اتمنى بس يعني الله المستعان. الله يعينك على طاعة الله. امين يا رب. على كل على شكل الخمار ليس فيه اشكال في اللون، انه في خط رفيع او نحو ذلك فيش مشكلة، لكن المشكلة بقى انك كشفت الوجه. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياكم الله شيخنا. أولا نسألكم الدعاء لي بالشفاء يا أخي. الله يعافيك يا رب. اللهم آمين. ثانيا فيه ظاهرة منتشرة أن هو دلوقتي الكتب المدارس الملخصات بقت غالية. إيه. الناس لجأت أن هي تصور الملخصات دي. فأنا قبل ما أفعل الموضوع ده واحد المدرس اللي هو بيدي الأولاد عندي جاي يصور لهم، قلت له لا ما تصرهمش مثل اهل العلم لان انا حاسس ان هي من باب السرقه. لا اذا كان شيء خفيف والطالب فقير ولا يتاجر فيها فعلى قدر الحاجه. يعني ما فيهاش مشكله هو صور الملخص ده على قدر الحاجه، لا يتاجر فيها لا يتاجر فيها لو يتعلم منها. بقول لك هو لا يتاجر فيها وليس معه ما ليشتري ويتعلم منها لضروره، لا بس كذا الاشياء الخفيفه دي معفو عنها. في عالم الكتب ما فهمت شو معنى فش حاجة يعني. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عمري 63 سنة. الله يبارك فيك. وزوجي 70. المهم أولادنا كلهم متزوجين. فأنا حبيت أشترك في التحفيظ. ماشي. راح قال لي أنا غير راضي عن الموضوع ده. آه. فأنا هو معظم وقته برا البيت. فأنا حبيت أجر الوقت لأني أولادي. لماذا يعني لماذا يرفض؟ ما السبب؟ غيور عليك يعني ولا ايه؟ انا 63 سنة يعني مش ايوه ممكن 66 سنة وحلوة الحمد لله يعني تعنت ها؟ تعنت لكن هل غيور يعني ولا حاجة ولا ايه؟ هو التعنت وغيور الاثنين الاثنين. طيب انت عندك ولاد ربنا يبارك لك فيهم هم مسافرين برا البلد ايوه سواء برا البلد سواء مسافرين او موجودين كلميهم يقنعوه بهذا الكلام للأسف هو صوته من دماغه وما بسمعش الحد فهل يجوز ان انا اروح بدون رضا؟ لا احب ان انشئ شقاقا بين المسلمين لا تذهبي بدون رضا الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ وائل. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله. الله يبارك فيكم. كان يعني عندي سؤالين بعد اذن حضرتك يا شيخنا. اتفضل. السؤال هو بالنسبه لطواف التطوع يا شيخنا، هل يجب ان هو يكون سبعه ولا ممكن اي عدد؟ لا الوارد ما ورد سته ولا خمسه ولا اربعه. كل الوارد في الطواف سبعه. سبعه وركعتين. يعني لازم ان انا لو طواف تطوع طوف سبع اشواط. الله يبارك في عمرك. طب تفسير الايه يا شيخنا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم لآية ليؤمنن بها قل انما الآية عند الله وما يشعرهم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ايوه. واقسموا بالله مجتهدين في الايمان والله 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 لئن جاءتنا معجزة لنؤمنن لك سنؤمن ان جاءتنا المعجزة التي نطلبها سنؤمن. قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لا هنا لتقوية الكلام فالمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت سيؤمنون لأن يعني الآية ستأتي لكن من أدراك أنك ستؤمن؟ قلبك لا تظن أنه ملك نفسك إنما قلبك الله هنا للتأكيد لا للتأكيد كقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أنهم يرجعون إلى الدنيا ونحوه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد إلا لتقول الكلام لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليعلم. فما المعنى؟ أنتم تقولون والله 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 إن جاءتنا معجزة سنؤمن فيقول ربنا ما أدرك أنك ستؤمن هل هذا رجع إليك أم أنه إلى الله وما يشعركم أنه إذا جاءت سيؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما أننا صرفناهم عن الإيمان قبل الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون. جزاك الله خير. ربنا يسلمك يا شيخ وائل. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن
ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا، وكلناك أمرنا يا ربنا. اللهم إنا قد وكلناك أمرنا يا ربنا، فتول أمرنا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واستل سخائم قلوبنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.